شاركت في الحملة اللي دايرين الأساسي من أجل النظام الأساسي، تنطالب الحكومة ديال بن موسى وأخنوش أنهم يجلسوا مع الجهات المعنية ديال التعليم ويديروا لنا حل. رحنا أولادنا جالسين ثلاث أيام في السيمانة اللي تيقراو، راه تعليق الامتحانات، أن هذا النظام فين غادي يجرنا؟ غيجيو أولادنا غير التهلوكة، غير الضياع، غير التشرد. عندنا الاولاد ديالنا عندهم حق في التعليم، عندهم حق في الصحه. الصحه الا مشيتي للمستشفيات العموميه تيعطوك رانديفو ديال 3 شهور 4، التعليم ولا تيقرا 3 ايام في السيمانه. ايوا شنو الطبقه حنايا الهشه شنو يداس علينا؟ ما عندناش حنا كرامه، ما عندناش حق في الدوله. هاد الحكومه هادي قبل ما تطلع وعدت بالتعليم ب 2500 درهم كزياده، غير طلعت دارت صدقت على النظام الاساسي. حنا ولادنا حنا اللي مضرر، حنا الطبقه الشعبيه ما عندناش باش غنقرر ولادنا بريفي. منين غادي شنو نبداو نشفروا الا ما دارش لنا حل سميتو؟ الا ما دارش حل للتعليم راه ولادنا المسار ديالهم المسيره ديالهم انهم غادي يوليو اغريسيو على اخر المطاف، غيوليو شمكاره. تنطالبوا حكومه اخنوش، تنطالبوا حكومه بن موسى، تنطالبوا جميع الفئات المعنيه يديروا لنا حل في التعليم، لان التعليم هو الاساس. التعليم هو اساس تطور كل دوله، تيتقاس بالتعليم ديالها. حنايا تنديو ولادنا المدرسه تيقراو اثنين ثلاثه لاربعه الخميس اضراب. خاصك تعرف ان المدرسه تتعطي واحد 70% في الدار، الاسره تتعطي واحد 20%، هذا 10% ديال الشهاده ديال التلميذ. الا كانت هذيك 70% غتضرب، انا غندير 20%، 10% غيدير التلميذ. خاص التعليم يعطي شويه والدار والاسره تعطي شويه باش الدري يلاه يسميتو يلاه شويه يفيق شويه. اما انا غنعطي 20% و70% ما كايناش، تما مضرين تيهضروا على حقوقهم. الله يحسن العون، ما يبقاش هو غيقري بدون حقوق، حتى هو خاصو حقوق. هذا النظام المآسي كيف قالوا راه نظام مآسي، ما غيلحقش والمعلم غيدير اضراب، ماشي عاجبو راسو باش غيكون كثره الاقتطاعات. خاص يدار حل. تنطالبوا هذه الحكومه، راه حكومه، راه حنا مغاربه، راه كلهم مغاربه، ماشي هما حنا مغاربه وهما يجين من شي دوله اخرى، راه حنا في بلادنا تنطالبوا بالحقوق ديالنا. انا ام ومناضله مع هاد الاساسيده، لان اللي قاستهم قاستنا. حنا كناشدوا الناس المسؤولين، كنطالبوا من جلاله الملك باش يتدخل في هاد الشيء، لان الحكومه طغت علينا، هلكاتنا، هلكونا في المعيشه. وقلنا ماشي مشكل، ولكن جيت حتى لوليداتنا ما غنتقبلوهاش. وليداتنا هما المجتمع، وحنا مع التعليم، وحنا مع الاستاذ، وحنا مع المدرسه العموميه. وبلا المدرسه العموميه ما كاينش تقدم. اي واحد وصل لشي مستوى وصل بالاستاذ، الوزير وصل بالاستاذ، طبيب بالاستاذ، اي مستوى وصل ليه اي في اي مجال وصل بالاستاذ. ما نجيوش دابا ونهملوا الاستاذ، ما نجيوش دابا ونقولوا الاستاذ تقصى. كلنا مع التعليم وكلنا مع المدرسه العموميه، وغنبقاو ناشدوا وديما الى الامام. اللي داروها المعلمين حنا معاهم، واللي داروها الاساسيده حنا معاهم، وفين ما بغات توصل توصل، بغات تولي سنه بيضاء حنا مع المعلم، حنا مع الاستاذ، حنا مع المدرسه العموميه، وديما مع الاستاذ العمومي فين ما كان حنا معاه. وتحيه لرجال التعليم، تحيه للمدرسه العموميه، وتحيه نضاليه. I'm a fighter.